سؤال آخر تقول صاحبته: نحن في دولة المغرب نتبع المذهب المالكي، فهل يصح اتباع مذهب غيره في نفس البلد؟ نقول: يا بنيتي، أولا العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه. التمذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا، لا حرج على من انتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وقلد إمامه، يعني التمذهب جائز لكنه ليس بواجب، ليس مفروضا وليس مرفوضا. طب ما هو فرض العامي؟ أن يسأل أهل الذكر ببساطة جدا، نزلت به نازلة يسأل فيها من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتيا، يعني فقد يكون في هذه المسألة مالكيا، وبعد ساعة قد تنزل نزلة أخرى فيسأل فيها إماما آخر فيكون شافعيا، وقد يكون حنفيا، وقد يكون حنبليا. الحمد لله لم يضيق الله على العامي، وسع عليه إذا ضاق الأمر اتسع. كل مطلوب من العامي أن يرفع نازلته إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الله جل وعلا لم يبعث لهذه الأمة إلا نبيا واحدا، ولم ينزل فيها إلا كتابا واحدا، ولم يجعل عصمة فيها إلا لشخص واحد وإلا لكتاب واحد، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكتابه الكريم، وكل الناس بعده يؤخذ من قوله ويترك. لكن طالب العلم أو من أراد أن يقلد مذهبا من المذاهب، المنطقي والبدهي والمعقول أن يختار المذهب المنتشر في بلاده الذي توافر علماؤه وتوافرت كتبه، فيستطيع أن يتعلم على أيديهم وأن يرجع إلى كتبهم، ويختار من الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة حتى يتعلم العلم الصحيح، لأن جمع أقوال الرجال بغير مستند لا يعد علما على وجه التحقيق، ولو بقي عمره كله يجمع قال فلان وقال فلان فلا يزال يدور في فلك التقليد المحض، ولم يخرج بهذا إلى دائرة التعلم العلم الحقيقي الذي يخرجه من إطار التقليد ويخرجه من ربقة العامية. أيضا مسألة مهمة، ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، فيرفع نازلته إلى أوثق من يعلم من أهل الديانة والكفاية ما استطاع. ما يكفيه الشيخ جوجل عشان يستفتيه فيما نزل به، لابد أن يستفتي إماما حقيقيا يستطيع أن يصل إليه وأن يكلمه وأن يناقشه. وقد وفرت وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية التواصل مع المفتين عن بعد، فلم يعد ثمة عذر لتشييخ الصحيفة أو لتشييخ الكتاب أو لتشييخ جوجل. إن اختلفت عليه فتاوى المفتين أفتاه زيد على نحو وعمر على نحو مخالف، اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله. طب كيف السبيل إلى ذلك؟ قال: اتباع الأعلم والأورع، ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة، أو اتباع الجمهور حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع القلة المخالفة لها. وأيضا مسألة مهمة يا سيدتي، لا ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يفضي به ذلك إلى الوساوس القهرية التي تعنته وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل. وأختم بمسألة نافعة، ليس للعامي أن يفتي غيره في مسألة يعلمها لعدم علمه بدليل المجتهد ولما قد يكون بين المسألتين من فرق لم ينتبه إليه. يعني أنت أفتيت في مسألة على نحو معين، ما تتحولش أنت بيها إلى مفتي وتفتي فيها زي واحد جاله صداع اداله الدكتور تنانون، فكل ما يلاقي صداع يقول له خد تنانون. يعني قد يكون الصداع ده له سبب آخر غير السبب الذي أنتج عندك هذا الصداع، فلا تتحول إلى طبيب بغير طب،
من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. فدع الفتوى لأهلها بارك الله فيك وسل الله العافية. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية، وما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث.